ولمناقشة مخرجات قمة العشرين معنا الصحفي والإعلامي العراقي السيد زياد السنجري، مرحبا بك. إذا اختتمت هذه القمة قمة العشرين بمناقشة قضايا سياسية تخص الشرق الأوسط، كيف ترى الدور العالمي في قضايا المنطقة ولا سيما العراق وسوريا والتدخل الإيراني؟ نعم، مساء الخير. بكل تأكيد قمة العشرين قمة مهمة جدا، هناك دول كبرى شاركت في هذه القمة، تعتبر هذه القمة قمة اقتصادية وقمة سياسية وقمة حتى تناولت بعض المواضيع الخطيرة والأمنية، وأيضا فيما يخص الشرق الأوسط. نحن نتحدث عن دول هي تعبر 85% من الإنتاج العالمي على مستوى الكرة الأرضية ككل، ولذلك نعتقد بأنها كانت قمة. هناك ملفات كثيرة شائكة ومعقدة لربما انتهت بدون اتفاق، ولكن بحلحلة لبعض المواضيع الاقتصادية، وهناك هدن دخلت أمريكا مع بعض الدول الكبرى، لربما هذه الهدنة ترتبط بما يجري الآن في الشرق الأوسط. فالولايات المتحدة مقبلة ومتأكدة بأن الجانب الإيراني بعد فرض الحصار الاقتصادي وتشديده سيدخل معها في تصعيد مباشر، لذلك لا تريد فتح الجبهات مع روسيا القوية وكذلك التنين الصيني وبعض الدول الأخرى في المنطقة. هناك تقارب كبير جدا بين إدارة ترامب والمملكة السعودية، ولكن هناك أيضا ما يعكر هذه العلاقة خاصة بعد مقتل الصحفي والإعلامي الكبير جمال خاشقجي. لا زالت تركيا تطرق على هذا الوتر بطريقة. بالنسبة للموضوع التركي أستاذ زياد، على هامش المؤتمر أكد ترامب أن حصول تركيا على منظومة S-400 الروسية هي قضية معقدة. قضية المحاور هذه برأيك، المحاور العالمية والحلف الأمريكي والروسي، كيف ستؤثر في المنطقة؟ لربما تركيا لم تعد هي تركيا بعد حادث الانقلاب الشهيرة التي قام بها الجيش والمتمردين على النظام الديكتاتوري في تركيا، ولكن بكل تأكيد هناك اصطفافات في المنطقة وفي الشرق الأوسط نعتقد بأنها ألقت بظلالها. تركيا اليوم تعمل وفق استراتيجية لربما نعتقد بأن تمردت عن العلاقات السابقة. تركيا اليوم تريد منظومة متطورة حتى لو على حساب طائرة F-35 المتطورة جدا الأمريكية والتي شاركت في إنتاجها وصنعها في الولايات المتحدة. تركيا تريد منظومة دفاع متطورة لأنها جزء مهم بحلف الناتو، وربما لأنها خذلت من قبل الإدارات الأمريكية السابقة، لذلك تبحث لها عن منافس جديدة، تبحث لها عن علاقات واتفاقات جديدة لربما تخدم مصالحها في المنطقة، خاصة وأنها لديها ملفات معقدة. الملف السوري والملف العراقي، ولربما التصعيد القادم بين إيران والولايات المتحدة سيلقي بظلالها أيضا. لذلك لا تريد تركيا أن تكون جزء من المشكلة بقدر ما هي قوة ممكن أن تكون جزء من الحل. في ظل هذه الأحداث هناك توقعات بتدهور الاقتصاد العالمي، يعني رئيس الوزراء الياباني أكد أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر الهبوط والتراجع. هل تتوقع أن يعني تستطيع الدول العظمى مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية المقبلة؟ لا أعتقد ذلك، لكنها بكل تأكيد استطاعت الدول الكبرى في الاجتماع الأخير الذي حدث هو جعل هدنة بين الصين والولايات المتحدة من جهة، وكذلك اتفاقيات بين السعودية وكذلك مع روسيا، رغم أن الرئيس ترامب يدعم أوكرانيا بشكل كبير جدا وواضح، لكنه كان لقاء إيجابي نوعا ما مع الرئيس الروسي. ولكن بكل تأكيد كل هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات لم تحل القضايا الكبرى المعقدة بقدر ما تم الإبقاء على الوضع على ما هو عليه وإيقاف العقوبات الأمريكية على بعض الدول والصادرات لبعض مثل الصين، صادرات الصينية إلى الولايات المتحدة. ولكن التعقيد القادم لربما
هذا ما حدث بالمناسبة في قمة الأرجنتين في بوينس آيرس، وتم خرق هذه. نعم. لذلك نعتقد بأن خلال الأشهر القادمة ومع أول مواجهات عسكرية إذا حدثت في داخل الشرق الأوسط، لربما الأمور تزداد السوء، ولربما الاقتصاد العالمي سيتأثر كما تأثر بالأزمة الاقتصادية الكبرى في عام 2012. شكرا جزيلا لك الصحفي والإعلامي العراقي سيد زياد السنجري.